أنستي، خريستوس أنستي. الكنيسة بتعلمنا طول فترة الخمسين نحيي بعض ونفكر بعض بهذه الحقيقة، المسيح قام. عشان كده كمان بتقرالنا طول فترة الخمسين المقدسة قراءات تفكرنا ببركات القيامة وقيمة القيامة، لازمة القيامة في حياتنا. النهاردة اخترت لنا الكنيسة هذا الفصل الإنجيلي من الإصحاح العاشر في إنجيل معلمنا يوحنا، واللي بيتكلم فيه على عصرة اللي بتخلي الناس مش قادرة تآمن بالقيامة. ايه الصعوبة في ان مش كل الناس قادرة تآمن بالقيامة؟ قال كده المسيح المجد في حواره مع اليهود، بيقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ طبعا المقصود هنا مش مقصود آلهة بالحرف أو بالمفهوم اللي احنا بنفهمه مباشرة، ولكن مقصود بالآلهة هنا التكبر، إن انتوا حاسين إن انتوا آلهة، حاسين إن انتوا أعلى من الكل. ده الشعور اللي كان عند اليهود، إن هم الشعب المختار، الشعب اللي ربنا اختاره دون سائر الأمم، فعندهم شعور إن هم آلهة، يعني متكبرين، يعني متعظمين، منتفخين، حاسين إن هم حاجة كبيرة قوي. مين إحنا؟ إحنا الشعب المختار، أنتوا مين يا يهود؟ إحنا الشعب اللي ربنا اختارنا دون سائر الأمم، فلينا إن إحنا نفتخر ونتعظم. طيب ليكوا إن أنتوا تفرحوا بهذه العطية، لكن تتكبروا؟ لا، لأن خطورة التكبر إن هو يخلينا نخسر أمر مهم جدا وهو طهارة القلب. عشان كده بحكمة أباء الكنيسة حطلنا هذا الفصل الإنجيلي قبليه آية المزمور اللي اتقرت، للرب الأرض وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها، الطاهر بيديه، النقي بقلبه. خلي بالك لو انت انسان شاعر ان انت افضل من اللي حواليك وانت من شعب الله المختار، افتكر الحقيقة دي اللي حطها لنا الكنيسة في الآية الجميلة دي. بيقول كده للرب الارض وملؤها، المسكونة وجميع الساكنين فيها. انت بتتكبر على ايه؟ انت افتكر وضعك وافتكر حقيقتك، انت مجرد واحد من هذه المملكة اللي يملكها الله، وبالتالي انت علشان تبقى انسان تستحق انك تكون جوه هذه المملكة، جوه هذا المجد اللي ربنا خلقه، افتكر الشرط اللي ربنا حطه، تكون طاهر اليدين نقي القلب. بالتأكيد مش مقصود بنا هنا الطهارة الجسدية، غسل الايدين والحاجات الجسدية المشهورة كانت عند اليهود، ولكن الطهارة هنا مقصود بها طهارة القلب بالمحبة. القلب المحب هو قلب طاهر، اليدين المحبتين اللي بتقدم عطايا هي يدين نقيتين، وقلب نقي هو القلب اللي بيعرف يقدم وبيقدم بمحبة. القلب الطاهر النقي هو القلب المتواضع، القلب المتواضع هو قلب يعرف يعمل غفران، يسامح أخوه ويقول له الله يسامحني ويسامحك. لكن الإنسان المتكبر ما هواش إنسان نقي القلب، لأن قلبه مليان بالشرور، بالغرور، حاسس بنفسه، حاسس بذاته، فالغرور ما خلاش قلبه يبقى طاهر، بيبقى نقي. القلب النقي هو قلب بتاع انسان متواضع، والانسان المتواضع هو انسان يعرف يغفر. لان مين اللي معرفش يغفر؟ اللي شاعر بذاته. ازاي فلان يغلط في حقي؟ ازاي يقول الكلمة الفلانية في اليوم الفلاني في الموقف الفلاني يفضل فاكرها له؟ ده انسان متكبر، انسان عنده ذات. بينما الانسان المتواضع يغفر، يقول يمكن ما كانش يقصد، يمكن زلت لسان، يقول يكن يا سيدي هو غلط، وانا يعني ربنا حب يبعت لي كلمة تكسر كبريائي شوية وانا سمعتها وخلاص وسكت.
يعرف يغفر ويعرف يوجد الأسباب والمسبب والأعذار للآخر، مش يتمسك بنفسه برأيه ويعتد بذاته ومحدش يقدر يغلط فيه. اللي يقول محدش يقدر يغلط فيه ده حاسس بنفسه ان هو ايه، زي ما قال الكتاب انتم قلتم انكم آلهة. القيامة جت علشان تحسسنا بقيمتنا، حسسنا بقيمتنا الحقيقية كإنسان مسيحي وإنسان من شعب الله المختار. بس قيمتك الحقيقية في إن الله اختارك وإنت بضعفك وإنت بكل ما فيك من يعني خصال وطباع بشرية وضعف وخطية وميل للضعف وإلى آخره، ومع ذلك ربنا اختارك ورفعك وأجلسك مع حكماء وعظماء شعبه وخلاك في وضع كبير. بس ده ما يخليكش تنتفخ او تتكبر زي الشعب اليهودي، بل بالعكس يزيدك تواضع. هي دي المعادلة الصعبة اللي جت تحققها القيامة. انا فرحان وشاعر ان انا انسان رايح للسماء، تبع السماء، منسوب للسماء، انسان تبع القيامة، وفي نفس الوقت انسان متواضع، انسان من الشعب اللي ربنا اختاره وخلصه ومات على الصليب لأجله، وفي نفس الوقت إنسان متواضع أستحمل أخطاء الآخرين واغفر لهم وأقول له الله يسامحك ويسامحني يمكن ما يقصدش. هو ده اللي جاي يعلمه لنا الكتاب المقدس، وجاي يتعلمه لنا القيامة في فترة الخمسين المقدسة. وكل مرة بنحضر الإنجيل الوعظة أو الإنجيل أو القداس فترة الخمسين، ده التعليم اللي عايزة تقدمه لنا الكنيسة. اليهود غلطوا وشعروا بالتكبر وبالكبر وبالذات، بقوش قادرين يحتملوا ويقولوا عن نفسهم انهم آلهة، وقال عنهم الكتاب كده انهم قالوا انهم آلهة. ولكن الانسان المسيحي يتواضع، الانسان المسيحي هو فرحان بالقيامة وفرحان ببركات القيامة اللي رفعته وحتوصله للسماء. اللي يؤمن بالقيامة زي ما بنقول في القداس في كل يوم، بموتك نبشر وبقيامتك نعترف، كل يوم بنقول كده في الصلاة في القداس، واحنا فرحانين بالقيامة لان هي دي اللي وصلتنا للسماء، وهي دي اللي فتحت لنا الابواب المغلقة اللي كانت مقفولة في وش ابائنا واجدادنا القديسين الانبياء قديما. ولكن جه المسيح بصليبه ونزل للجحيم وسبى سبيا واعطى الناس عطايا، ادى الناس خيرات ورجعنا وقدمنا قربانا لله أبي، رجعنا تاني مرة أخرى للفردوس، دفعة أخرى إلى الفردوس زي ما بنقول في الصلوات، وفرحانين بالقيامة وفي نفس الوقت متواضعين غافورين، نعرف نسامح ونعرف نحتمل. هي دي بركات القيامة، وهي دي مفاعيل القيامة، وهي دي فايدة القيامة. الخمسين يوم الكنيسة عمالة تقول وتقرأ وتكرر علينا فصول من الكتاب عشان تعلمنا هذا التعليم وتفكرنا ان احنا فيما احنا ناس قياميين منسوبين للقيامة، بصين للسماء ورايحين للسماء وفرحانين بالسماء اللي اتفتحت لنا بصليب وبيامة المسيح، احنا في الوقت نفسه ناس متواضعين بنتمنى ان احنا نوصل للكلمة اللي قالها الكتاب، طاهر اليدين نقي القلب. ايدينا طهرة من دم الاخرين، ايدينا طهرة من النميمة، من مسك سير الناس، من عدم التماس العذر للناس. قلبي طاهر لانه بيغفر، مش لانه بالطهارة ولا النقاء بالغسيل ولا بالفروض الشكلية اللي كانوا بيعرفوها اليهود، ولكن الطهارة اللي هحصل عليها في ببركات القيامة هي طهارة الغفران والمحبة والاحتمال وقبول الآخر. ربنا يدينا نبقى فرحانين بالقيامة، عايشين حياة القيامة وفاهمين بركات القيامة في حياتنا، ونبقى عينينا شاخصة مرتفعة نحو السماء، نحو الذي قام من الأموات وأقمنا معه وأجلسنا عن يمين العظمة في الأعالي ورفعنا لمرتبة أعلى من الملائكة، لانه خلانا نستحق ناخد جسده ودمه كل يوم. الملائكة تشتهي وتبص للجسد والدم كل يوم لكن ما تقدرش تناوله، لكن احنا البشر، احنا المسيحيين، احنا اللي منسوبين للقيامة، بقينا اعلى منهم بان احنا نقدر نتناول جسد الرب ودمه.
ليثبتنا الله في هذه البركات ويكثرها ويثمرها فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. الليلو يا الليلو يا